بيتزامن اليوم 17 يناير ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. الحقيقة يعني سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لما نتذكرها لازم دايما يجي في بالك حاجات كتير، يجي في بالك أفلام حلوة، يجي في بالك حالة كده من النشاط السينمائي الراقي. فاتن حمامة يعني قدمت حقيقي للسينما المصرية مجموعة من الأفلام ومجموعة من المسلسلات، وقدمت للسينما روح. يعني مع فاتن حمامة تحس أولا أنك عشت تاريخ مصر، وشفت يعني حال المرأة المصرية في حاجات كتير، وحال الفتاة المصرية، وحال الرقي. فاتن حمامة كانت تعني رقي، كانت بتختار أدوارها دايما بعناية، وكانت دايما عينها على مشوارها. يعني حتى مشوارها قسم لمراحل أجمل من بعضها. حسيت أنك بدأت مع فاتن حمامة من وهي طفلة صغيرة، ولما شفناها كانت مع عبد الوهاب، لحد ما فاتن حمامة كملت مشوارها الطويل ورحلت عننا وهي طول الوقت قدام عينينا. بتقدم فن راقي، بتقدم موضوعات مختلفة، بتاخدك مرة لقصص، بتعيش معاها في قصص الأدباء، بتروح معاها للتلفزيون، بتروح معاها لعوالم مختلفة. فاتن حمامة توفت الحقيقة عام 2015، وهتفضل فاتن حمامة اسمها مكتوب بأحرف من ذهب في سماء السينما العربية ككل. هي واحدة من أهم المواهب في التاريخ، وسيرتها الفنية طويلة، وهي من أهم ونقدر نقول أكتر أيقونات السينما اللي قدمت موضوعات كتير مختلفة. يعني معاها كمان عشت كده المراحل النضوج، شفت مشكلات اجتماعية، شفت حالات لطيفة، شفت مشاكل الشباب، شفت مرح، شفت أشياء كتيرة جدا. يعني حتى يمكن الفيلم اللي موجود ده اللي انتوا بتشوفوه على الشاشة، فاتن حمامة كمان عملت أدوار لطيفة جدا مع عبد الحليم وحالة غنائية، وده من أجمل الأفلام الحقيقة اللي تحب تشوف أفلامها طول الوقت. سيدة الشاشة العربية، خلينا كده نعيش مع المؤرخ الفني محمد شوقي ونشوف كده حاجات كتير يعني مرت على هذا المشوار الراقي، ونفتكر فيه الجميلة فاتن حمامة. خلينا كده ناخد المداخلة دي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة شبكي. الحقيقة أنا دايما بقول لما بشوف فاتن حمامة وبشوف يعني أفلامها، يعني ما تقدرش كده تمسك نفسك إلا أنك تتابع الفيلم حتى لو كان قديم. يعني لو اتكلمنا عن فاتن حمامة من حيث التكريم، من حيث الأعمال، يعني محتاجين الحقيقة حلقات طويلة. كلمنا النهاردة كده، يعني قول لنا كده عايز تقول لنا إيه عن فاتن حمامة ربما لا نعرفه. طبعا وزي ما حضرتك قلتي يا استاذه شكي، هي فاتن حمامه هي ايقونه، مش من ايقونات السينما المصريه، دي من ايقونات الزمن الجميل ككل. احنا اتربينا على افلام وسينما فاتن حمامه، وفاتن حمامه بتعد من الفنانين اللي حطوا على اسمهم ومجدهم الفني من اول يوم وهي طفله في فيلم يوم سعيد عام 1940 لغايه اخر لقاء عليها للجمهور سنه 2000 في مسلسل وجه القمر. من 1940 لغاية 2000 كانت فاتن حمامة الفنانة النموذج في كل حاجة. في الأفلام، في الأفلام ذات قيمة اللي بتقدمها، في احترامها للجمهور ولفنها. وبالفعل هي قدمت لها محطات كبيرة جدا، كفاية نقول لحضرتك إنها اتكرمت من جميع الرؤساء وزعماء مصر، من أول الملك فاروق. الملك فاروق بنفسه ادالها جنيه ذهب منقوش عليه صورته بعد مشاهد فيلم يوم عيد عام 1940 وهي طفله ذات 9 سنوات. ومنذ ذلك التاريخ تبناها رواد فن التمثيل وفن السينما، من يوسف وهبي لمحمد كريم لاحمد بدرخان لعز الدين زفقار لحسن الامام، عمالقه صنعوا مجد واسم فاتن حمامه. طيب خليني كده اروح معاك في محطات. يعني احيانا كان في افلام لما كانت بتسند لفاتن حمامه كانت افلام صعبه، زي فيلم مثلا دعاء الكروان. اتذكر يعني بعض التعليقات اللي كتبت مع عن دكتور طه حسين لما عرف في البدايه ان فاتن حمامه هي اللي هتعمل الدور، كان عنده بعض القلق لانه كانت فاتن حمامه صغيره في السن، والدور كان قوي وكان بيقول رسائل كتير. لكن بعد ما شاف الفيلم يعني يمكن علق وقال ان هو لم يتخيل ان امنه غير انها تكون فاتن حمامه.
بالضبط زي ما حضرتك قلتي، هي في البدايه الدكتور طه حسين تقابل مع السيده فاتن حمامه قبل بدايه قبل تطوير الفيلم. فطبعا هي السيده فاتن حمامه راحت له كانت منبهره جدا وسعيده انها هتقابل الدكتور طه حسين. وطبعا لما عرف ان هي اللي هتعمل الفيلم هز براسه وقال لها هل تستطيعين القيام بدور امنه؟ طبعا هز براسه وكلمها، هي حست بانه بيسخر منها. فخرجت تبكي. تبكي من وقالت للمخرج والمنتج، منتج الفيلم هنري بركات ومخرج الفيلم ايضا، قالت له طب انتوا جايبيني علشان اتبهدل؟ وخرجت مسرعه تبكي، وده كان كلام الكاتب الصحفي الكبير مصطفى امين. تمام. بعد ما شاف الفيلم، بعد ما حضر عرض الفيلم الدكتور طه حسين، وطبعا سمع وحس باحاسيس فاتن حمامه في هذا الفيلم، قال لها بالنص لو انك قدمت الشخصيه بنبضات امن الحقيقيه. وطبعا حقيقي. خرجت تبكي من السعاده وهي اسعد امراه في العالم بعد كلام دكتور طه حسين لها. حقيقي. وبقي الفيلم الحقيقه في ذاكره السينما المصريه من اهم الافلام، فيلم دعاء الكروان. طب انا عايزه اروح للاديب الكبير احسان عبد القدوس، وعايزه اقف عند روايه لا انام اللي قدمتها فاتن حمامه، وهي كانت الحقيقه دور البطله ودور اللي كانت بتروي، يعني بتقدم الروايه بنفسها وكانت بتقدم التعليق على القصه الجميله لا انام، وأيضا رواية بتاعة إمبراطورية ميم اللي قدمتها كمان فاتن حمامة. الحقيقة يعني مختلفين تماما، هنا فاتن حمامة كان عندها بعض الشر، وهنا كان عندها الأم والحكمة والمنطق والديمقراطية في الأسرة، زمن وزمن، يعني رغم أن هي فاتن حمامة والأديب الكبير إحسان عبد القدوس. حضرتك في فيلم لا أنام، هذا الفيلم كاد الجمهور أن يفتك بالمخرج الكبير صلاح ابو سيف وصناع الفيلم. صحيح. بسبب دور فاتن حمامه. والقوا الشاشه بزجاجات الكولا وقشر اللب والتسقيف، وكل والجمهور كان عايز يوقف الفيلم. اتفاجئوا بفاتن حمامه مختلفه. مش دي صوره فاتن حمامه البطله الحالمه الرومانسيه الفتاة المغلوبة على أمرها، رغم أنها قدمت شر نبيل، يعني شر ناعم، خليني أقول شر ناعم، يعني أدق، أنه كان في شر ناعم، بس الناس يعني يمكن ما تخيلتش أن فاتن حمامة تطلع شريرة حتى لو كانت شريرة ناعمة، وده اللي خلاها ما تكررش تجربة الأدوار اللي فيها مسحة شر. يعني بالفعل هي خافت من المجازفة في أي دور آخر، لكن لو حضرتك زي ما حضرتك قلتي في امبراطوريه ميم كان الدور مختلف تماما. كان دورها في امبراطوريه ميم هي الام المعيله اللي قدرت تربي اولاد وتقدر بالديمقراطيه، وكان الفيلم مليء برسائل كثيره جدا. فيلم امبراطوريه ميم، والفيلم ده من ضمن قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، ونالت فيه جائزه احسن ممثله في مهرجان دولي، وحصلت على تكريم من الرئيس محمد انور السادات بعد هذا في امبراطوريه ميم وفيلم اريد حلا. ده حقيقي. يعني هي قدرت تقدم صوره المراه المصريه على مراحلها. لا اعتقد كمان اريد حلا يعني كان وراه قانون الحقيقه بعد الفيلم. بالضبط. فاعتقد هو من الافلام كمان اللي كانت مهمه جدا لفاتن حمامه كفنانه ليها قيمه في المجتمع وللمراه المصريه. يكفي يا أستاذة شفكي إن فاتن حمامة الممثلة الوحيدة في العالم اللي بأحد أفلامها قدرت تغير قانون، ولهذا لم يحدث مع أي فنانة أخرى في العالم. حقيقة. يمكن حصل مع فريد شوقي كملك فريد شوقي في أفلام دي جعلوني مجرما وكلمة شرف، إنما كممثلة لم يحدث إلا مع فاتن حمامة. هذه الممثلة اللي قدرت تغير قانون للمرأة، قانون للأحوال الشخصية، وجسدتها في فيلمها الأسطوري أريد حلا، هذا الفيلم اللي كان بيعد صرخة صرخة كما لو كانت كل امرأة بتصرخ في المجتمع لمشاكلها المتعددة. تمام. طيب لو رحت مع حضرتك لفيلم مثلا زي الخيط الرفيع، هنا كنا بنشوف فاتن حمامة يعني الفتاة اللي عندها حرية واللي هي ممكن يعني تعيش حياة غير عاداتنا وتقاليدنا، ولكن الحقيقة فاتن حمامة كمان قدمته بمنتهى الرقي
والتحفظ اللي خلى الجمهور في نفس الوقت يعني يبقى معاها جدا وفي صفها طول الوقت. هل ده كان نابع من الرواية والشخصية، ولا هي رقي فاتن حمامة وأدائها للدور اللي قدرت فيه يعني تخلي الجمهور طول الوقت معاها؟ هو فيلم الخيط رفيع، هذا الفيلم كان عودة فاتن حمامة للسينما بعد غياب أكثر من 5 سنوات، وكان فاتن حمامة من ما عمرهاش غابت عن السينما هذه الفترة الطويلة. فكانت عودة قوية جدا، هذا الفيلم من الأفلام المهمة، وحتى كان دور مختلف عن السيدة فاتن حمامة. وقالت وكان الحوار والقصة والحوار لإحسان عبد القدوس، وكان في أجمل حوار في تاريخ السينما المصرية. صحيح. الديالوج اللي بينها وبين النجم محمود ياسين. طبعا. ده يعد من أجمل وأهم حوار في تاريخ السينما المصرية. هذا الفيلم الأفلام الرومانسية الجميلة جدا اللي فعلا ما تعملتش زيها. صحيح. وهي كان فاتن حمامة فترة السبعينات قدرت تقدم أعمال فنية مختلفة تماما عن نمط فاتن حمامة ما قبل السينما السبعينات. كان في جرأة شوية، حتى هي استخدمت بعض الألفاظ اللي ممكن الجمهور برضو مش متخيل أنها تطلع من فاتن حمامة. أيوة. ولكن لأن هي قدمتها بطريقة وصياغتها في العمل الدرامي برقي، ما عايزه اقول ما جرحتش الناس، يعني الناس ما حستش ان هي يعني حسوا انه اللفظ جاي في محله علشان السياق الدرامي تماما يعني. فده برضو قدره الفنان على انه امتى يقوله ويقوله ازاي. هو بالفعل كان في لفظ تلفظت بيه هذا اللفظ طبعا، او الجمله او العباره اللي قالتها، هي ندمت عليها. ندمت عليها جدا. ندمت عليها بعدها. ندمت عليها، ما كانتش حابه الجمهور يسمعها بهذا بهذه الجمله، وان كانت زي ما قلت لحضرتك او زي ما حضرتك قلتي كانت في سياقها. كانت في سياق العمل الدرامي، لكن كفاتن حمامه هذه الفنانه الجميله قلبا وقالبا كانت بتتحرك جدا انها تعمل اي شيء امام جمهورها غير لائق. فاتن حمامه استمتعت بالتلفزيون زي استمتاعها بالسينما؟ هي فاتن حمامه كانت جريئه جدا في السينما، وعملت ووقفت امام ميكروفون الاذاعه في اكثر من عمل طبعا. اذاعي. لكن امام التلفزيون كانت التجربه كانت ترددت. هي مسلسل ضمير قبل حكمت، هذا المسلسل كان للفنانه الكبيره شاديه قبل السيده فاتن حمامه. لكن بعد اعتزال شاديه ظلت هذه الرواية ضمير قبل حكمة مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة من سنة 86 حتى سنة 91 لسيدة فاتن حمامة. هي ترددت جدا وكانت خايفة جدا، وكانت زي ما قالت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، كانت هيبة الكاميرات الفيديو مش متعودة عليها. لكن عملت المسلسل، والمسلسل بيعد من أيقونات الدراما المصرية على الإطلاق. وهذا المسلسل يعني مسلسل إلى الآن بيتشاف رغم مرور أكثر من 30 عام على إنتاجه. هل في عمل أو رواية كانت تتمنى فاتن حمامة تقدمه وما قدرتش يعني، أو يعني لم تنجح مثلا تجربته أو أي حاجة من هذا السياق يعني؟ بالضبط، هو كان في بالضبط كان في هي كانت بتتمنى إنها تعمل أعمال لنجيب محفوظ، الأديب العالمي نجيب محفوظ. وإن كانت نجيب محفوظ الأديب العالمي تعامل معها كسيناريست في أكثر من فيلم زي فيلم الطريق المسدود ولك يوم يا ظالم، إلا أنها لم تجسد شخصية من شخصيات نجيب محفوظ. من رواياته. من رواياته، وكانت بالفعل عايزة تجسد شخصية الشريدة. الشريدة اللي قامت ببطولتها النجمة الكبيرة نجلاء فتحي فيما بعد. لكن هي كانت أخذت الرواية واستأذنت من الأديب نجيب محفوظ، لكن بكل أسف انشغلت بروايات أخرى لغاية ما الرواية راحت منها، وحست بأن هذه الرواية الدور يعني هيبقى مش هي كانت كبيره كبرت على الدور. وقدرت بذكائها الفني انها ما يكونش ده دورها، وهي كانت ندمانه جدا على شخصيه نفيسه اللي ما قامتش بيها طبعًا. في فيلم بدايه ونهايه للسيده سناء جميل. بس انا سمعت انه 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 برضه هي خافت شويه من الدور زي خوفها في الانام، يعني كان عندها قلق من الدور ده تحديدا. بالضبط، هي بالضبط كانت خايفه جدا، لان خاصه من البدايه ونهايه بعد لا انام ب3 سنوات. مظبوط. فكانت خايفه، وكانت نفس التجربه مع المخرج الكبير صلاح ابو سيف. فكانت خايفه، فلكن لما شافت نجاح الفيلم في العرض الخاص، وكانت جلسه ورا صلاح ابو سيف المخرج الكبير، وشافت الدور وشافت الفيلم، طبطبت على كتف صلاح ابو سيف وقالت له انا اسفه،
كان معك حق يا صلاح. يعني هذا الرقي الحقيقه يعني حنظل الحقيقه يعني نرفع له القبعه زي ما بنقول. فاتن حمامه اسم كبير، يعني اسم كبير مصري، رمز فن، حاجات كتير قوي حلوه. يعني الاستاذ محمد شوقي المؤرخ الفني، انا الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على احنا قدرنا على الاقل في ذكرى فاتن حمامه كمان يعني نتذكرها بكل الاعمال الحلوه ونتذكرها بهذا الكلام. بشكرك شكرا جزيلا. هنفضل نفتكر فاتن حمامه ونفتكر اعمال كتير جدا. انا شخصيا لما بشوف اي فيلم وبلاقي بس فاتن حمامه موجودة بحس انه لا يعني بحب ارجع تاني واتفرج عليه. احيانا الانسان كمان لما بيكبر كده شوية وبيبقى عنده مرحلة نضوج ويقعد يتفرج على الافلام من جديد بيدقق اكتر في الرواية، بيدقق اكتر في الرسالة، بيدقق اكتر في الرقي، بيحس اكتر بعمل الفنان. فاتن حمامة الحقيقة مدرسة فنية جميلة استمتعنا بيها زي ما قال الناقد طبعا اللي كان بيصحبنا أستاذ محمد شوقي. بنتكلم عن فنانة بدأت 1940 لحد سنة 2000، تخيلوا كم كان هذا الشريط ملهم وجميل وممتع يعني. فاستمتعنا وحنفضل نستمتع بكل ما تقدمه فاتن حمامة لأنه الفن الجميل بيفضل موجود طول الوقت.